معنا الآن فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور عبد الغفور بدوي، حياك الله يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مرحبا مرحبا بكم، حياكم الله، كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك. أكيد عليكم المعذرة، تأخرت عليكم شوي، ومعنا الشيخ علي رضوان أيضا يعني نسعد به. فآداب حملة القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور عبد الغفور بدوي، ماذا يجمل لنا ويلخص لنا في هذا الأمر؟ ولعلنا نتابع إن شاء الله في هذا الموضوع في لقاءات أخرى، لأنه آداب حملة القرآن الكريم موضوع طيب ومهم، وينبغي أن نذكر به يعني دائما إخواننا وأخواتنا، ونذكر أنفسنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في شيخنا الحبيب الشيخ عبد الغفور، من خلال خبرتك وإقراءك للقرآن الكريم وعملك في مجال الدعوة إلى الله تعالى ومجال التعليم، ماذا يمكن أن تقدم لنا الآن في هذا الموضوع الطيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بشهر الصيام، ونقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا الله عز وجل على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. آمين. ثم إني لا أشكر إدارة الجامعة الأمريكية المفتوحة قسم الأداء القرآني على إتاحة هذه الفرصة، وأخص بالشكر أستاذنا فضيلة الدكتور رحابي على هذا الاهتمام والمتابعة والتواصل، فجزاكم الله عنا كل خير. وسأدخل بالموضوع مباشرة لأنه بقي تقريبا ربع ساعة على الأذان المغرب للإفطار. سنتذكر إن شاء الله بمعيتكم ومع حضراتكم في هذه العجالة إن شاء الله بعض آداب حملة القرآن وآداب المعلم والمتعلم. أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأول ما ينبغي للقارئ والمقرئ معا أن يقصدا بذلك رضا الله سبحانه وتعالى والإخلاص بهذا العلم والتعليم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات هو أصل من أصول الإسلام. وعن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من هذه المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، عافانا الله وإياكم من الشرك ومن الأعمال لوجه الناس، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو جاه أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. وينبغي ألا يشوب المقرئ إقراءه
بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة أو غير ذلك، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. يعني بمعنى أن يكون خالصا لله عز وجل. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة كما تعلمون ريح الجنة الطيب. ومن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاسر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك، وقال في رواية كعب بن مالك: أدخله النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه رضي الله عنه، أن لا ينسب إلي حرف منه، يعني أن يكون خالصا لله عز وجل ولا يذكر معه الإمام الشافعي على عظمته رحمه الله تعالى. ومن آدابه أن يكون أكمل الأحوال وأكرم الشمائل في هذا الطالب للعلم ولحامل القرآن العظيم، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب شريف النفس، مرتفعا عن جبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة وبقار، وأن لا يكون كسبه من قراءته طمعا وسؤالا للناس. عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. فقد جاء عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق، فاستقيموا واستبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالا على الناس. وأما بالنسبة لأخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، ومنهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترط هذه الأجرة فيجوز، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني بصومه، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ومما ينبغي على طالب العلم أيضا عموما وحامل القرآن خصوصا الطهارة الحسية بالغسل من الجنابة وغيرها، وأن يكون على وضوء، وإذا أراد قراءة القرآن أن لا يمسه إلا وهو طاهر، قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومن الآداب الظاهرية أيضا
التطيب ونظافة المكان ولبس الثياب التجمل وتنظيف الفم بالسواك واستقبال القبلة والجلوس بالسكينة والوقار والقراءة على ترتيب المصحف، ويمسك عن القراءة إذا عرض له تثاؤب حتى ينقضي تثاؤبه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وينبغي على متعلم القرآن التأدب مع كتاب الله عز وجل، فلا يجعله في مكان مهان، ولا يحمله تحت إبطه، ولا يتكئ عليه، ولا يجعله تحت الكتب، ولا يتوسده، ولا يرميه عند وضعه أو مناولته لصديقه، ولا يمد رجليه نحوه، ولا يستعمل الشمال في تناوله أو أخذه، ولا تصغير اسمه، وألا يقول سورة صغيرة. قال الشعبي: تكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور. والحشوش جمع حش وهو الكنيف، موضع قضاء الحاجة، وهي محتضرة يحتضرها الجن والشياطين. وعن أبي ميسر قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب، وأما القراءة في الطريق المختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس حتى لا يخلط في قراءته. وسأختصر إن شاء الله. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليحذر المتعلم من الخوض في غيبة العلماء والخوض مع الخائضين فيهم، لأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب والعياذ بالله. وأيضا ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصال الحميدة، وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله. فقد ورد عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وأن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بولده. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع لهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأختصر أيضا: ومن آدابه المتأكدة ما يعتني به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، وأن يقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. وهذا في حق العالم والمتعلم، في حق الشيخ والمريد، في حق السامع والقارئ. ومن آدابه المتأكدة ما يعتني بحفظه ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة إلا إذا كان هناك ضرورة. ومما يتأكد للمعلم أن يتحلى بالصبر على الابتلاءات أيضا. وأيضا يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. يعني أن يكسب وقته كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. ثم أختم الكلام إن شاء الله بقول الشاعر: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق،
لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. يعني يجب على مقرئ القرآن أو قارئ القرآن أو المتعلم أن يتحلى بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وينبغي على المتعلم أن يترك المحرمات بل اجتناب الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الحديث معلوم لديكم. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في قول منسوب له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وهذا أمر مهم جدا، أن يبقى قلبه مع الله عز وجل، أن يبتعد عن المعاصي، أن يبتعد عن الشبهات، أن يبتعد عن أكل الحرام. وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأخيرا الوصية الأخيرة والمهمة جدا: أن يكون له ورد دائم من القرآن الكريم، ولو صفحة أو صفحتين أو خمسة أو عشرة، أو كما قال مشايخنا: من قرأ الخمس لم ينس. دائما يكون له ورد إن شاء الله في القرآن الكريم، وأن يتمعن بهذه الآيات، وأن يتفاهم مراد الله سبحانه وتعالى. ومن الأوراد المأسورة، أيضا يكسر من الأوراد المأسورة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأهمها الاستغفار. الاستغفار وأعلاها وأهمها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا اللقاء، وتقبل أيضا الإفطار. تفضلوا افطروا معنا وإفطارا هنيئا وصياما مقبولا إن شاء الله يا شيخ عبد الغفور. فضلت الشيخ الدكتور عبد الغفور بدوي من البرازيل، قائم على ثغر من ثغور الدعوة والتعليم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم ويرعاكم وينفع بكم إن شاء الله. حديث طيب عن آداب حملة القرآن، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به وأن يتخلقوا بخلق القرآن الكريم. آمين يا رب. جزاك الله خير شيخنا، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.